marka saas mowduuc noogu dheeraan horta inay wahaabiyo isku yaqaanaan ayagaa in badan kitaabada uga hadlay oo kitaabka la yiraahdo Durr Saniya fi al-Ajubati al-Najdiya waa kitaab muhiim ah qof kasta oo raba taariikhda wahaabiyada inuu ogaado waxaan dhihi lahaa kitaabkan soo PDF ahle saaxiibta hadda qad kale soo tag Durr Saniya fi al-Ajubati al-Najdiya ayaa la yiraahdo nin wahaabiyaha qoray ayaga taariikhdooda ku qorteen nin wahaabiyaha qoray ku jamciyay culummadii wahaabiyada maxamed cabdullaahi buu weyn yahay aqwaashoodi عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاسم النجدي آيات تحقيقية كتابك رقوا هابيا مؤلفات كودي مجموعة النواة مركب وكتاب اللي قانوا ودابعين هي قد كتاب كي كسي سيسي وآخيسا ملك صلوق لا سوق ويا لا مقدش حتى ولوق لا وطنك عالم عالم كدن عالم الإسلامي ويا لا الدورة الرسانية في الأجوبة النجدية يا لها نيو هابيا هابس كلا كتاب كاس وكتاب أم مهم سن تاريخ لو هابيا دا مركب لغبه إلا وقال كتابك سوف يقول لها يحو يري وصار بعض الناس وحي أهالين يسمعوا بنا معاشر الوهابية أما يكون مقلها يدان وهابية ناي الدور سنين مجلد كبيرات شنبق اللحنين لحي وهابية سكو مقع عالايا هدانا وحو كي يري مجلد ك 8 اللبات لوابق اللحنين تطبع فأبيتهم هذا كله هو ديدين يعني مذهب كذوك الله وقلتم حتى أن هذا دين الوهابية ووهابية دين كيدي ثم قلت لها نعم هو ديننا بحمد الله وصحبه له والدين تاني إلهي مهدس يعني وهابيوس كتل ماما يعني. حدنا وحكي غير صفحة مجالة كل حيث منها صفحة صدح بغلاتين سديد فلذلك الوهابية يصمون مذهبهم واحد يكون مقعبها عن عقيدة السلف وهابية مذهب كل بحي لين عقيدة سلفك يكون مقعبها يعني. وهابية مذهب كل عقيدة سلفك يكون مقعبها يعني. وهو أخذ بحكي لين سلفيا وحساس ودور سنية لفتغيس حدنا وحكي غير صفحة ثماني لحد صدح وقلقنتني صدح مجلس ثماني لحد ومن محاسن الوهابية وهابية وحيال الله أمانة يكون أكسين وحكمة أنهم أمات البدع ومحوها إن البدع دي ترن أو أي ترن والدلين بل الكتاب ألفين الدروس سنين حكوا سوقات الكتاب ألفين ومجلس سنين الرد على من أنكر على أهل الدعوة الوهابية بإنكارهم أشرك والدعوة يكون مقعبها يعني الدعوة الوهابية marka aan ka soconno waxbayaan ku sii dheeraan dacwadooda kulay wahaabiyan isku yaqaanaan ayaga dhan isku tilmaama oo xitaa ibn baz xitaa maxamed khaliil al harras xitaa oo nin weyn oo arag gooda ay madaw waaweyn kitab ee lifin yisaba al harakat al wahaabiyya la yiraahdo nin kan yiraahdo maxamed xamid al fiqi oo arag uu waaweyn wahaabiyada ka mid ah kitab ee lifin yiraahdo athar al da'wa al wahaabiyya fi al islah al dini wal imrani fi jazeera al arab wa ghayra nin kan yiraahdo maxamed shawair kitab ee lifin كان هذا وهابي قوي اللي يقانه ما يجلس لغا تصحيح وقضين تاريخين حول الوهابية وحيري يعني أدوسي فرنقيي وبعديي وحتى ابن باز ابن باز لفتر كيسة فتاوى ديسة ابن باز وفتاوى نور على الدرب اللي يقانه وكعدي يعني وهابيين وصقع بردها أيابا يعني وهابي أنا هاي وكعدي كتاب قصف تاوى النور على الدرب وكفي غين كده مجلد كالصدحات بغل كنطن يصدح أسألت سأسقع معنا ينو وهابي هاي ورده هاي وهابي يعني هاي سيدوك العبد العزيز بن باز وكل لي هاي اسم كتاب قصف تاوى مجلد كالصدحات بغل كنطن يعفر فالوهابية هم هذا الوهابية دعاة إلى توحيد الله وهابية الوقود ينتو ويغا ضدك وتوحيدك له ويغا عندنا ينباس الحكولية كتاب فتاوى نور على الدرب من شلة الصلاحات بغل كنتني أفر أما الوهابية فهم أطباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب تذكر عصن بوهابية اللي يغاه ذا وحدها ابن باز يعني إن بضنوا وقاه الله كتاب كيسا كتاب بيسا كلا دوان مجموعة سحتا وكوشا غي ومجموعة فتاوى ابن باز وحاكوي بيد مجلة كالسقالات لابو غصدوني كوي حكويري أن الوهابية وهابية يسيرون ويكون صعدا على منهج السلف الصالح منهج السلف الصالح وهابية يكون صعدا يعني إن لعب صنع ما أن مقع وهابي النمال وكفى أنها إنه وهابية سيدو قال ابن عثيمين محمد بن صالح بن عثيمين رقى وهابية وهوين بعصنا الرحى فإننا نخبره وغيره وحمل شيئين بأن الوهابية وهابية كانوا إن هذا من أشد الناس تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وهابية ذلك كتاب كل الناس قواعد قواعد له وابن عثيمين مركا يعني وهابية ضغط واسلاس مركا داكو أرتان كلا هوسك يعني عيال حافظات أما ضد يعني أن واحد تاريخ لسو عن
wax madhab kooda aan garaneen taariikhda aan waxba ka aqoon waxaad isku dhaayay anaga wahaabiyeen almayiraad wahaabiye minni wahaabiye ya ka wada waxba ka dhageysa waxa qiimaha warkiisu ma laha ibn uthaymeen baa ku dhahay wahaabiyana la dhahaa ibn baz baa ku dhahay wahaabiyana la dhahaa ad-durusaniyan ka soo qaatay ilaa 7 nas ku dhawaad oo dhahay oo ay ku dhimaantood ku faanayaan inay wahaabiye yihiin marka wahaabiye waxa madhabkaas ah yani waxaan ku dheeraaday waxa waaye magaca koodiida ay arkaysaa